السلام عليكم حبيباتي في قناتكم قناه بسمه للتفصيل والخياطه. الفيديو تاع اليوم عن طريقه تفصيل وخياطه بيجاما نتاع بنات، القماش نتاع القطيفه. هذا القماش شباب نتاع البنات الصغار ويجي حتى البنات اللي يكونوا مع 6 سنين 8 سنين. هنا نعطيكم الطريقه نتاع الفصاله. جبت يجي هذا القماش يجي دوبلي، يجي دوبل لارج، متر تاع قماش 60000 للمتر. تلقاوه، حوسوا عليه، تلقاوه في المحل نتاع التوأم. نعطيكم الطريقه نتاع الفصاله نتاع البيجاما. طويت القماش بهذه الطريقه، طويته هنا لازم ديروه على الجهه المطاطيه، الجهه لازم تكون تجبد. ندير السروال ونخلي حق الكمام، واللي بقى لي من هيه نفصلوه الجهه العلويه نتاع البيجاما. ها شوف، لازم ديروه على الجهه المطاطيه. نفصلوا السروال ونوليو نفصلوا البيجاما. طويتها بهذه الطريقه، راني طاويه على زوج، هيا طويت على زوج ونولي نطوي القماش على اربعه باش نفصل السروال. ها هو طويته على اربعه، ان شاء الله تكونوا فهمتوا الطريقه نتاع الطي. وهذا قلت لكم نخليوه للبيجاما، وهذا يقعد لنا الكول نتاع البيجاما حتى نفصل ونقصص. نديرو الطريقه تاع الفصاله نتاع السروال. نعطيكم شحال درت في الجهه العلويه نتاع السروال. ندير 21 سنتيم طول السروال، ندير 60 سنتيم ونزيد 4 سنتيم نتاع حق لاستيك. ندير كلش 65 سنتيم ونخلي قلت لكم حق الاكمام. كل وحده تعبر البنيه اللي عند اللي تبغي تخدم لها. ديروا القياسات، المهم ان شاء الله تكونوا تشوفوا. هاي هنا، هنا هي عبرت، هنا الطول درت طول تاع السروال 65 سنتيم. باش ننزل المنطقه نتاع الحرده نتاع الحجر، هاي ننزل ب 25 سنتيم وهنا، وتعينوا نقطه هاي وتوليو نزلوا هنا الطول. فين درت الطول؟ قلت لكم 60 سنتيم نتاع الطول. تولي ديروا دورة، الدورة نتاع الرجل نتاع السروال هنا نتاع البنية. شحال ندير؟ ندير 14، هنا ندير 14 سنتيم. البيجاما تجي شوية عريضة، ما تجيش سليم، وتوليو تلاقيو بهاد الطريقة. هاي هنا نعطيكم الفصالة. ها شوفو، نجيو للنقطة نتاع الحردة نتاع الحجر، نجيو بهاد الطريقة. هادي هنايا توصلنا، نخرجو هنا نتديو 4 سنتيم وتخرجوا هذه الطريقه. ها هو السروال، شوف، وهنا نطراسي. نطراسي هنا، وهذا الطول نتاع السروال. وهنا ننزلو ندير المسطره وننزل للنقطه، نقطه 25 سنتيم. وهنا توليو ديرو الدائره نتاع الفتح نتاع الحرده نتاع الحجر. هاي هذه الطريقه، وتوليو تنزلو السروال للعرض نتاع الرجل اللي درتو في هنايا الدوره نتاع الرجل، هنا العرض نتاعها. هذه هي الطريقه نتاع الفصال. نديرو هنايا نفصل السروال. بسم الله. نجي هنا ونقلع الطول. وهنا نخليو الطول قلت لكم نتاع الكم نتاع البنيه، ها هو يبقى لكم هنا الطول نتاع الكم. ها هي درت الفصاله نتاع الطريقه تاع السروال. وهنا نجيو للجهه نتاع الامام، دائما عندنا الجهه نتاع الامام. هاي تطلعوا بزوج سنتيم، باش ديروا السروال امام والخلف. هاد الزياده نقلعها نتاع القطيفة نتاع القماش. هاي الجهة نتاع الأمام، الجهة نتاع السروال.
هذه هي. وهنا تجيو للحرده تاع الحجر انت على الخلف، ها شوف تجيو للجهه انت على الخلف وتدخلوا بزوج سنتيم وتكبروا الحرده انت الحجر انت الخلف ماشي تاع الامام. هذه هي الطريقه انت الفصله تاع السروال، ها شوف يخرج لكم هذه الطريقه. نفصل البيجاما ونولي نفصل الاكمام انت البيجاما. كملنا الفصله تاع الطريقه تاع السروال وهنا نفصلوا البيجاما. نقلع هذه الزياده ونخلي باش نفصل البيجاما، نخلي شحال نخلي العرض انت البيجاما نخلي 30 سنتيم. ها هي راه مطوي هنا القماش تاعنا راه مطوي على 4 تحسبوا 30 سنتيم، يعني كي تفتحوها تجيكم 60 سنتيم. وهذا نقلعه نخلي حق الكمام ونخلي باش نخدم الكول. هنا نقصص قلت لكم 30 سنتيم. نديرو الامام والخلف. نقصص هاد الزياده تاع الحاشيه باش نخلي قلت لكم الحق باش نديرو القفله. هنا هي طويت هنا نديرو هذه الجهه تاع الامام وهنا الجهه تاع الخلف. شوف الجهه تاع الخلف الجهه تاع الامام تكون عندنا فيها الزياده، ديروا زيادة 4 سنتيم. هاي هنا الزيادة على حساب 4 سنتيم. تسقدوا القماش تاعكم مليح وديروا الطريقة انت الفصالة انت البيجامة الجهة العلوية. نعطيكم القياسات، القياسات هنا في الدورة انت الكتيف ندير 16 سنتيم. وننزل لحد الدور نقطة التركيز ننزل ب 18 سنتيم أو 17 سنتيم. وديرو دورة الصدر، دورة الصدر دير 20 سنتيم وزيادة 22 سنتيم، نزيد 2 سنتيم نتاع الخياط. وتتراسيو بهاد الطريقة. توليو تفصلو البيجامة. وهنا الفتحه تاع الامام ونتاع الخلف عندنا للصغار 6 سنتيم، ننزل ب 3 سنتيم في الفتحه نتاع الخلف. والفتحه تاع الامام ننزلوا ب 8 سنتيم، او هيا ننزل الفتحه تاع الامام ننزل ب 8 سنتيم. نو لازم قلت لكم تكون قد قد هنا. نشوف شحال غادي نخليها 4 سنتيم. نديرو الطريقة نتاع الفصال، وهنا نديرو الدورة نتاع الإبط، وتفصلو البيجامة، بسم الله. الكتف، هيا كملنا، هنا نفصل الأكمام، وتوليو تزيدو فيهم تزيدو فيهم الأكمام فيهم الزيادة. هنا الطريقة نتاع الكم، هنا نجيبو الفتحة نتاع الإبط، هيا نجيبوها بهاد الطريقة، وديرو الفصال، نجيو هنا، هيا هنا ندير نقطة. نطلع بهاد الطريقة ونجي ونديرو هنا عرض الكم. هاهي الدورة تاع الكم هنايا ندير 12 سنتيم أو 11 سنتيم. الطريقة ونفصلو الكم. وهنا نجيو للوسط وننزلو هاد الطريقة ونديرو الفصالة نتاع الكم. أه
ها هو الكم نتاع البيجاما، قلت لكم وفيه الزياده. هنا واش نخليو؟ نخليو باش نفصلو الكول، هنا الكول تاع البيجاما، وندير باش نغلف البيجاما. هنا تقصو باش تغلفو البيجاما، تغلف في الجهة نتاع الأمام. هذه هي الطريقة نتاع الفصالة نتاع البيجاما. هنا قلت لكم باش تغلفو، هذه هاهي نديرو هنا. تجيبو قبل البيي، ها هو البيي نتاعنا، هاهي نجيبو البيي، تجيبو البيي بهاد الطريقة، نجيو هنا البيي ونخيطوه على القماش. ها هي ونوليو نغلفو من الجهه العلويه. نديرو هنايا، نديرو الطريقه تاع الخياطه ونخليو الكول للاخر ونفصلو الكول. نخيطو البيجام، شوف بهذه الطريقه. هنا ندي، قلت لكم ندي 5.5 سنتيم، تديوها وتتراسيو بالطبشور. تبديو هنا البيي، الخياطه تاع البيي تبديوه هنا وتنزلو هاي، وتخليو واحد، تخليو هنا 1 سنتيم، هاي تخليوها تحسبو وتخليو 1 سنتيم. نديرو ندير خياطه للبيي. الخياطه تاع البيجاما استعملت البيي. البيي كيش تستعملوه؟ تستعملوه بهذه الطريقه هاي، شوف الماكينه وديرو خياطه، تخيطو جهه هيا فيه. شوفوا البيي عندنا فيه زوج تاع الجهه، تخيطو جهه هذه، نديرو لها خياطه ونجيبو البيجاما، ونجيبو الجهه تاع الامام تاع البيجاما، ونجيو للبيي. ها هو البيي راكم مخيطينه، وتجيو هنا، تجيو تحطو هنايا البيجاما على الجهه نتاع الامام، وتتبعو على حساب الخياطه اللي خيطتو، تخيطوها في البيجاما، تجيو على حساب هنا، تكونو هنايا دايرين القياس. هنا قلت لكم 5.5 سنتيم. هنا تحبسوا البيي وديروا خياطه، وتوليو تجيبوا الغلاف نتاع البيجاما وتوليو ديروا له خياطه. ها هي توليو تخيطوه على البيجاما وتوليو تقلبوا. الطريقه سهله ان شاء الله تكونوا فهمتوها. ها هي شوفوا هنا راني قالبه، وهنا نولي ندير خياطه من الجهه العلويه. ها هي نولي نعاود لها هنا خياطه، ها هي نعاود لها كاع هنا، ندور عليها الخياطه. جينا الخياطه هنا، تجيكم هنا عندنا نديرو الكول، هنا يبقى لنا هذه الجهه هنا تاع الكول. هنا كاع دوروا عليها، تجيبوا الخياطه الغلاف تخيطوا، ونجيو هنا ونديرو خياطه. نزيد نكمل الطريقه هذه ونزيدو نكملو الطريقه نتاع الخياطه، نوريكم كيش تخيطوا البي. شوفوا تعبروه على حساب البي، خيطته في الماكينه. هاشوفوا درت لها، قلت لكم عندنا زوج جهات، جهه تقعد مفتوحه وجهه درت لها خياطه، ونجيو للجهه نتاع البيجاما بهذه الطريقه. ها هي شوف، نجيو هنا وندورو وتخيطو فوق الخياطه اللي خيطتوها. نخيط هنا، ندور عليها كاع، ندورها على الامام نتاع البيجاما، نخيطها ونوريكم النتيجه. نزيدو نوريكم كيش تغلفو البيجاما. درت هنايا، هاي درنا خياطه للبي، هاي خيطت البي. نجيو الغلاف نتاع البيجاما، هاي تجيو بهذه الطريقه وتغلفو. ها شوف هنا نغلفو البيجاما، تغلفوها بهذه الطريقه هنايا، ونبدي خياطة هنا، نبدي الخياطة من البيي، فين حبست البيي نبدي خياطة. هاهي نغلف ونولي نقلب، تقصو الزيادة هاديك تقصوها اللي تبقى لكم، تخليو 1 سنتيم هنايا، ديرو خياطة على حساب فين خيطتو البيي. هنا درت، هاهي درت خياطة للغلاف نتاع البيجاما. شوفو كي توليو تقلبو يخرج لكم البيي، هاهي ها
هذه هي هذا هو البي اللي درته اللي قلت لكم خيطوه وديروه في الجهه نتاع الغلاف. لكن هنا تقدروا تقلعوا هذه الزياده ما تخليوهاش باش البيجاما القطيفه جايه شويه غليظه ماشي كيما القماش، كل قماش رطب ما تقلعوش. نولي نقلب، هيا تقلبوا، قلت لكم تقلبوا بهذه الطريقه هنا، تجيو للكوا وتقلبوا مليح. هاشوف قلت لكم البي، وهنا عندنا قلت لكم نوليو نديرو خياط. هيا تحلو، هيا تفتحوا الفتحه نتاع الامام، تفتحوها بهذه الطريقه وتخيطوا، ديروا خياط هنا، نزلوا خياط وتوليو تحدوا البيجاما نتاعكم بطريقه جيده. نحددها ندير خياطه ونحددها ونزيدو نكملو كيش نلاقيو البيجاما. كملت هنايا، كملت الجهه نتاع الامام، درت وليت تعاود قلت لكم خياط هنا في زوج، هنا نلاقيو الامام والخلف ونوليو نخدمو لكم. نخدمو هنا الكول نتاع البيجاما، تجيو بهذه الطريقه وتعبرو هنا الدوره نتاع الامام مع نتاع الخلف. خرجت لي هنا 31 سنتيم، وديروا القياس هنا، درت العرض فيه ندير 10 سنتيم، راني دايرته على زوج، ها هو على زوج، وهنا ندير الطول على حساب الدوره نتاع الامام ونتاع الخلف. ندير الخياطه من الجهه العلويه ونحده ونلصقه في البيجاما. نخيطوا الكول هنا في الجهه نتاع الامام ونتاع الخلف، هنا تقبضوا الوسط نتاع الكول. هيا نجيو هنا بهذه الطريقه و نقبضوا الوسط بهذه الطريقه، ونجيو للجهه نتاع الخلف ونقبضوا الوسط. لقيت الكول، هيا شوفوا هنايا لقيته في الجهه هذه، وهنا تبقى لي الجهه الثانيه تلاقيوه، شوف تلاقيوه بهذه الطريقه، تقلبوا لداخل، تقلبوا وديروا خياطه باش تجيكم، نجيكم هنا باش تبان مليح. هيا نقلب هنا، نقلب لداخل وندير خياطه، دخلوا كلش لداخل. هاشوفوا هنا، وهنا ندير خياطه باش الكول باش الخياطه كلش تجينا لداخل، باش ما تجيش باينه، باش الفينيسيو يجي شباب. ندير لها خياطه ونزيدو نكملو الكمام ونكملو البيجاما نتاع الخياطه نتاع الكول. كملتها، ها هو الخياطه نتاع الكول، قلت لكم تخيطوا لداخل، تخيطوا بهذه الطريقه باش ما يجيكمش باين، دخلوا الكفه لداخل وديروا خياطه، طريقه سهله. هنا واش يبقى لنا؟ يبقى لنا الكمام، نديرو الكمام، شوفوا البيجاما كيفاش تخرج، تخرج لنا هاي، يبقى لي الكمام نتاع البيجاما. هاي هنا خصنا لازم نحدو، هنا ندير الحداد، تخرج بهذه الطريقه البيجاما. نزيدو نكملو الطريقه نتاع الاكمام، هما الاكمام هنا ندير لهم نزيد لهم البونيوس، ندير لهم هنايا الحاش، نخيط تخيطوا البيي بالطريقه اللي خيطتو في البيجاما، وديروا البيي وتوليو تزيدوا عليها القطعه نتاع القماش تاع القطيفه، ها هو اللي يبقى لكم، تقصوه وتزيدوه، تطويوها على زوج، نطويها على زوج بهذه الطريقه، ونخيطها ندير لها خياطه ونولي نقلبها، نوريكم كيش نخيطها. خيطت البيي في الاكمام، هنا نزيد لهم البونيوس، ها هما شوف. ها هو خيطت البيي، خيطته في الكم نتاع البيجام، خيطت الجهه الاولى نتاع الكم، شوفوا الخياطه ما تجيش باينه، تجي لداخل. هنا نوريكم كيش تخيطوا، هاي هنا كيش تخيطوا الكم، نجيو
للبيي، ها هو البيي راني مخيطته هنا. نجيو للبيي لازم الخياطه تجي فوقه هنايا، لازم تتبعوا هاد الخياطه. ها هي نتوما لازم نتوما تتبعوها، كي تتبعوا ديك الخياطه وتخيطوا نقبض لكم بالابن. نوريكم وانتوما كي تخيطوا، شوفوا كي تخيطوا تقلبوا. هاي هنا كي تقلبوا هنا تكونوا دايرين كفه، هنا لازم تجيكم كفه، وكي تكونوا دايرين ديك الكفه كي تكملوا الخياطه هنا وتقلبوا تجيو بهذه الطريقه وتوليو تخيطوا هنا، توليو هنا ديروا خياطه. هذه هي الطريقه نتاع الخياطه باش تجيكم الخياطه لداخل. المهم تبعوا نتوما تبعوا الخياطه فين تجيكم. هاي تجيكم يجيكم البيي على هاد الجهه، هنا لازم ديروا خياطه كي تكفوا، كي ديروا الكفه ديروا خياطه هنا. نزيد نكملها ونزيدو نكملو الطريقه نتاع البيجاما. خيطت الاكمام تاع البيجاما كملتهم في زوج، هيا كملت هذه وكملت الجهه الثانيه. الطريقه اللي وريتكم هنا تنقيو وتخدموا للبيجاما تاعكم، تنقيو لها الخيط. واش يبقى لي؟ يبقى لي هنا في هاد ها هو الغلاف، ندير خياطه نقلب هنا وندير خياطه ها هي، ونولي نقلب على برا ونولي ندير كفه للبيجاما، ندير لها كفه من الجهه السفليه، ندور عليها كفه ويبقى لنا السروال. السروال ديروا له الكمام كي الكمام نتاع البيجاما تاع الجهه العلويه. بقى لي ها هو قلت لكم السروال، ها هي راني وجدت له القماش تاعه، ها هو ما كفانيش لكن نقصص ونلاقي. ها هي نلاقيه مع بعضه، بعد هنا نلاقيهم ونخدمهم في البيجاما، وندير ندير البيي ونولي نقلب كل الجهه نتاع الاكمام، ندير نفس الاكمام. نكمل البيجاما ونوريكم النتيجه في الاخير. لقيت البيجاما، هاي لقيتها، درت لها سورفيلاج، درت خدمت الفينيسيو نتاع البيجاما، كملت البيجاما هاي كملتها كاع. شوف البيجاما تجي روعه. هنا واش ندير لها؟ هنا ندير لافيزلين اللصق، ولصق هاد الغلاف تاع البيجاما. هنا ما تخليوهاش بهذه الطريقه، لازم تلصقوه او ديروا له خياطه. تبغيو ديروا خياطه تبغيو تلصقوه، وهنا ندير خياطه باش ديروا القفله، هنا تجينا القفله. وها هي شوفوا درت هنايا لقيت الداخل، وهنا واش يبقى لي؟ يبقى لي الكفه، تبقى لي الكفه نتاع الجهه السفليه نتاع البيجاما. ها هي نجي هنا وندير كفه، ديروا كفه صغيره. ها هي بهذه الطريقه ندير كفه ونولي نحددها. نكمل البيجاما كاع ونكمل السروال ونوريكم النتيجه نتاع البيجاما في الاخر. النتيجه النهائيه تاع البيجاما، كملتها البيجاما تاعنا نتاع بنات جات شابه، تلبس 4 سنين، تلبس 4 سنين 3 سنين 4 سنين، المهم على حساب القياسات، كل وحده دير القياس تاع بنتها. البيجاما البنيه تقدروا تخدموا البنيه وتقدروا تخدموها حتى في القماش تاع القطيفه. هذه هي النتيجه النهائيه تاع البيجاما، البيجاما جات شابه. ها هما الاكمام، شوفوا خدمتهم كما وريتكم، الخياطه كلش تجي لداخل. ها هي ودرت حتى في الرجل نتاع البيجاما، هنا في الدوره نتاع الرجل، لكن القماش ما كفانيش، اللي بقى لي خدمت به متر نتاع قماش. وهذا القماش قلت لكم يجي دوب، يجي دوبل لارج. نتوما تقدروا كي تبغوا تخدموا تجيبوا متر ونصف نتاع القماش تاع القطيفه، لكن الا لقيتوا هذه دوبل لارج جيبوا متر تاع قماش يكفيكم، لكن قماش عادي نتاع قطيفه تستعملوا متر ونصف نتاع قماش باش يكفيكم. هذه هي النتيجه النهائيه. هنا درت لها، هي درت لها لاستيك، درت لها سورفيلاج، تاع الخدمه تجي نقيه، الخدمه تجي شابه بالسورفيلاج. اللي ما عندهمش سورفيلاج يقدروا يستعملوا زيكزاك. وهنا هي شوفوا الجهه نتاع الخلف والجهه نتاع الامام تجي باينه. دائما تقصوا هذيك الزوج 4 سنتيم او 2 سنتيم في الامام باش الامام يجيكم باين على الخلف. وهنا واش باقي لي في في البيجاما؟ بقات لي بقاو لي القفله، ندير القفله هذه او ندير القفله نتاع الترطايقه، حتى القفله تاع الترطايقه نقدروا نستعملوه. وشوف ها هو الكول جا شباب.